بعض الملاحظات عن، لو حكينا شوي بشوية إطالة عن العسل الأسود اللي هو طفل عصب السكر، وقلنا السكر ممكن يتصنع من شوندر السكري أو من عصب السكر. بيجي عنا بيطلع العسل الأسود، هو بالنسبة للتحلية بالنسبة لمرض السكري لا يفضل. عم بعطيكم بعض الملاحظات، لا يفضل لأنه كتير بيرفع السكر بسرعة بيرفع السكر بالجسم، وبهذا بيستدعي الأنسولين كمان فبيزيد من الوزن. هاي لازم نعرف هذا الموضوع. بالنسبة لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة أكيد، لأنه يحتوي على مقادير عالية من الكالسيوم فيقي من تلين العظام أكثر ما يقي من الهشاشة. الهشاشة هي ناقص البروتين الموجود بالعظام. طبعا مكون العظام الأساسي إلنا كولاجين مع الكالسيوم. الكالسيوم لما بيخلق الطفل لازم ياخد وارد عالي من الكالسيوم، بيجي عن طريق الحليب من أرضاع الوالدة، اللي بيتكون عليه ولازم يتشكل عليه هو بروتينات منها الكولاجين، وقلنا الكولاجين هو البروتين الأساسي بالجسم والمكون الأساسي تقريبا اكتشف 13 نوع. فهو يعني العسل الأسود بيساعد على تزويد الجسم كمية عالية من الكالسيوم، بيعالج فقر الدم لاحتوائه على كمية عالية من الحديد، فهو يعالج فقر الدم بعوز الحديد، بيعالج الإمساك لأنه يحتوي على البكتين الألياف السيلولوزية اللي بتساعد تتجمع عليها المي، وعلى هذا الأساس تطرح. بقوي الرغبة الجنسية بسبب احتوائه على الفيتامينز والمعادن، بيعالج الإرهاق والتعب لنفس السبب، مفيد لآلام المفاصل والروماتيزم بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والكالسيوم وغيره من المعادن. التخلص من جفاف الشعر عند خلطه بالماء الدافئ واستخدامه على الشعر، هذا صحيح مفيد للتخلص من حب الشباب. هون بقول بسبب غناء بالفيتامينز بي، لازم نعرف انه هو احد علاجات الشيب، هي من الاغذية الاساسية، هو من الاغذية الاساسية الهامة بالنسبة للشيب، هو يعني العسل الاسود والخميرة البيرة وسمالة قصب هو سوري سمالة قصب السكر، خميرة البيرة والكبدة واللبن الرائب، لبن الزبادي، إضافة إلى قشرة القمح القشري الغلاف الخارجي اللي هو هدول معظمهم أغنيين بكمية، بيحتوي على كمية عالية من فيتامينز بي، بيوقف الشيب، بيوقف تساقط الشعر. طبعا لازم نعرف إذا في أمراض تانية موجودة. بالنسبة لحب الشباب، حب الشباب بيساعد في تناول خميرة البيرة، ماسكات من خميرة البيرة بيساعد في تناول العسل الأسود، ولكن لازم نعرف أنه بعض أنواع حب الشباب ممكن تصير من استخدام الزائد للفيتامين بي، خصوصا المركب اللي كتابلس كحبوب. حب الشباب هو تكاثر دهني زيادة، إفراز دهني سوري على البشرة، خصوصا بشرة الوجه ممكن تكون على الصدر، الكتفين، على الكتفين والظهر، إما لفترة البلوغ أو زيادة أو اضطراب هرموني مثل النساء اللي عندهم بيكون عندهم تكيس بالمبيض، فبيصير عندي أنا اضطراب بالإفراز الهرموني، اضطراب بالدورة التنسيقية الشعرانية، حب شباب، تساقط من الشعر وزيادة فروة دهنية. فإذا عندي هذا العامل مع الجراثيم الموجودة على الجلد اللي هي كوريني باكتيريوم أكني والعنقوديات المذهبة وتكاثر للبشرة بتنسد، بيصير التهاب. هذا الكومبلكس هو حب الشباب، هو بيساعد لأنه بيحتوي على فيتامين دي، هو بيساعد بيقضي على الجراثيم الموجودة على الجلد لأنه بيرفع المناعة. ولكن لازم تنتبهوا مثل ما حكينا أنه عند بعض الأشخاص تناول فيتامين بي المركبة ممكن يزيد، ولكن أحد علاجات حب الشباب هو العسل الأسود وخميرة البيرة. طبعا يقي من الإصابة بالسرطان بسبب أنه كتير في فيتامينز معادن
بيقي من الامساك، والامساك هو احد اسباب كتير لتخزين الجذور الحرة الفري راديكلز السموم بالجسم.